ديالي اختي كنتعرض للعنف بزاف بوحدي، انا غير في الدار عندي كنتعرض للعنف بزاف. دابا ملي انا ولكن كنسمح كنتغاضى على كل شيء، علاش عندي ثلاثه الوليدات وما عنديش اللي غادي يكون بيهم؟ يعني كنراعي حتى ديك النفسانيه ديال الدراري، كنقول انا حتى تحطمت انا ما نحطمش دراري صغار. دابا كيف ما كتشوفوا هذه الحاله ديال هذا السيد هذا، ما عنده حد، عنده غير انايا، غير انا مربي، غير مربيني والديه الله يرحمهم، اختو الله يرحمها، انا اللي عنده. ملي توفات الوالده ديالي، الزوجه ديالو دابا 28 يوم باش توفات، بقى بوحدو في الدار. بقى طلبت الزوج ديالي قلت ليه غادي نبقى مع بابا غير سيمانه، ابي ما تنسات لي الوالده، حيت 10 ديال 50 عام ديال الزواج راه ما ساهلاش. قال لي انا ما مفروضش عليا باك باش غادي نراعي ليه، انا راه والديا وما نسولش فيهم، عا باش غادي نسوق؟ انا باقي غير ولادي، انا ماشي سوقي في باك. وليت كنجي عنده كل سبت، وحد كل سبت، اخر سبت جيت عنده هو هذا السبت هذا. نهار مني جيت نهار السبت لقيتو الهضره ديالو ثقيله، ما كيهضرش، اشنو كاين كيدق وما حلوش، ما حل عليهم الباب. قلت لي خالد بابا طاريه ليه شي حاجه؟ قال لي يكون مقاصر مع راسو، انا مبرزطه ليا راسي، ما بغاش يتصنت ليا. خليته نهار الاربعاء تخرج هو للخدمه، كيخدم في المرسى، ناض خرج مع الصباح، جيت انا هنايا، جيت كندق ما حلش عليا الاب ديالي. الدري اللي مقود مع الباب ديالنا دقيت على دارهم، قلت لي فرقع عليا الباب. قال لي ولا كان على خارج، قلت لي بابا طاريه لي شي حاجه غير فرقعوا الباب. ملي فرقعنا الباب كنتفاجئ بالاب ديالي، بقيت مسكين ليله كامله طايح في الطواليط ومشلل من النصف ديالو. ملي جيت نوضو لقيت هذا النصف ديالو اليمن كله كما كتشوفوا مشلل، ما تصوريش معاه، ما تصوريش اختي ديك الحاله اللي حسيت بها، حيت كان بامكاني كنت معاه نهار الحد، تلا كاع تشلل من النصف وما غاديش يبات في الطوال، ما غنلقاش في ديك الحاله اللي لقاو كاع الناس هما الجيران كلهم كلهم شافوا معايا داك المنظر. جا نهار الاربعاء جا من الخدمه، قلت ليه جيت تشوف بابا، راه طاح لقيتو مشلل من النص ديالو، وراني طلبتك نهار الاحد. قال لي ماني انا كنعلم الغيب، صافي الله يشافي. عاد هما كلشي قدامكم، عنيف بزاف عنيف، ولكن انا كنسمح ليه، علاش راه عندي معاه ثلاثه الوليدات، وكان وفي نفس الوقت كنخاف على هاد الناس هادو، حيت غير كنجي عندهم كنتخاصم معاه، كنجي لعندهم كيجي عندي الباب بشهاده كاع الناس هنايا، غنفرقع عليكم الباب. نهار الجمعه كان هو كان برك، جا نهار الخميس باش معانا هنا، قال لي جيبي باك عندنا، انا كاريه بيت في سيدي مومن، بيت واحد ب 15000، وعندي انا وثلاثه الوليدات وهوايا، ما عنديش كيفاش غادي ندير الاب ديالي اش غادي نتكلف بيه تما، وهنا الناس كيوقفوا معايا، هنا الناس جيران كلشي، راه هنا ما لقيت حتى ما نعطيه، راه الناس اللي كلشي هادشي كلشي تكلفوا به غير الناس، يعني الا ديتو ما غاديش نقوم به، وتا راجلي ما غاديش يقد عليه حيت الحاله ضعيفه، ما غاديش يقد عليه. قلت ليه انت خلي ما حالو، حنا راه هنا كاين اي الشقه، يلا خوات هاد النص هذا مع كاس قاسمين على جوج، كنا كارينو خرجوا الناس فرا الشر. قلت ليه انت خالد مني بابا طيحه بحال ما كان غادي نسكنوا هنا، ديك 15000 اللي كارين بها اعطيها ليا، غنقوم بها بالدواء ديال بابا وبالترويض وبهادشي، ونشوف كي ندير ليه السكانير ونبركو هنا. قال لي الا بركت انا هنا غادي نسيطر ونهيمن، ما بغيت حتى واحد يبقى يتخطر عنده هنا. قلت ليه انت ما حالك، النص لي غتسدو عليك، النص لي يسدو عليك العيب والعار. قلت لي الا جا حتى دري صغير دق عليك، ما تلقى حتى واحد، غتجي من الخدمه غتدخل لمحالك غتاكل غتنعس، ما كاينش اللي قرب لك. بابا ماشي غادي نتحكم ليه في محاله، اللي بغى يجي عنده من جيران واللي بغى يجي يشوفه مرحبا بي. قال لي ياك طلبي بباك. نهار الخميس بعدا جاو الناس عطاوني باش ندوز ليه، ديتو مركباه حيت ما عنديش كروسه، ديتو مركباه جا لعند الطبيب. مني جا قلت لي رديش بابا لعند الطبيب، قال لي علاش خرجتي التشارك كامل باش تسعي به؟ شوفوني انا راه ما عنديش باش ندير كروسه. قلت لي الله يهديك يا خالد. نهار الخميس باش معايا في الدار، الجمعه ما كيخدمش هو، الصباح انا قلت له انت سير القهوه، سير خرج للقهوه وتا العشيه، وجي خلي اللي بغى يدخل عنده يدخل، العيب والعار لا دخل عندك شي واحد النص ديالك. قال لي لا ديري حل دابا، بغيتي ولادك غتزيدي قدامي غتشبعيهم، بغيتي باك غادي تبقاي معاه، انا ما نبغيهمش يبقاو يدخلوا. قلت لي راه ما غاديش نقدوا عليه. قال لي انا غادي نسيطر في هاد الدار هادي، ما كاينش اللي بقى يدخل عنده، ولا بغيتيني نبرك معاه انايا.
صافي بقى ملي غلب فيا قال لي يا زيدي يلاه خرج. انا عند الجيران هما اللي دخلوا دابا نيت دقيت عليهم قلت لها هانشي شوفي راه دابا مبزز عليك يقول يا زيدي يلاه لما حالك خلي باك راه هما يقابلوا دوك اللي غادي يجيو يطلعوا عليه يقابلوا ويقدوا به. ويبداو العيالات كيبوصوا لي فراسو كيقول لي اصبر معاه غير سيمانه كتشوف الوالده ديال الله يلاه توفات والسيد عب وحده يعني ما كاينش هو الا ما انا اللي دابا ديت وكلت امي ياكل الا ما انا اللي درت لي ليكوش يعني ما كيتحركش هما كتشوفوا فيه قدامكم بركو يطلبوا فيه الناس. قال لهم انا كندير غير داكشي اللي كيقول لي راسي ما سوق فيا حتى واحد انا كندير داكشي اللي قال لي راسي انا بغيت انا ولادي والله لا بقاو في هاد الدار هادي بغات ولادها تزيد تبع ما بغاتهمش بقى راه بغات باها بغات رضا باها خلات تبع باها. طالعه الام ديالي الحقيقيه حيت الام ديالي اللي بتبني هي اللي ماتت الام ديالي الحقيقيه غير طالعه غير تشوف بابا كيف بقى جاي مطلع من الكسكسو مطلع منو بناشا بجوج طالع انت في خير عامين من عندي عامين وانا هازني انا عندي 28 عام دابا كيكسيني ولا كيصبطني ولا كيقريني ما مخليني مخاصل حتى حاجه. ملي طلعات قالت السلام عليكم راه بشهاده الناس كلشي قالت السلام عليكم وهي هو مع سمع هذيك السلام عليكم ويبدا عليهم انا بنادم يبدا كل ساعه خيطي بيطي عليا. قالت لي مالك يا خالد عاوتاني يعني ويقول لها ويقول لها ما تدويش معايا. قالت لي علاش ما ندويش معاك حتى الله يهديك حتى كل واحد بلا مش طراجيم استغفر الله العظيم قال كلام قبيح بزاف. ويش قول لي ما كلاقي عليهم الغلب هاد الناس هادو قال لها ماشي سوقك انا ومرتي. قالت لي لاقي عليهم الغلب بزاف قالت لي حيت ما كيوصلوكش قالت لي فين تربى قالت لي بقيتي تتابع وحده قالت لي حتى مات بالفقصه ها واحد قالت لي تشلل قالت لي واش باغي قالت لي اش باقي باغي من هاد العائله من قالت لي هاد الهضره قال لها سير ولا غادي بواحد الهضره خايبه قال لها سير ولا غنشقلبك من الدروج. قالت لي تشقلبني عاير لها الام ديالها قالت لي امي قالت لي توصلها قالت لي الام ديالها توصلها مدو العيالات كيفكوا وهي تقول ليه مالك انت دابا مالك على هاد الحاله. قالت لي كامله ومع هي رجعت بحال كجروها العيال قالت لي ما تلقوا مني راه لقى عليهم الغلب بزاف مع جروها العيال بحال كرجعوها هي اللور هو يضربها النيفه تشق لها النيف ديالها وطاحوا لها جوج الناس راه ملي دارت البلاكه راه كلشي كلشي ديال الام ديالي ها هو مشارج مكت جراج مني غلب عليها هكاك يعني راه صحيح غلب عليها هرباج هنا كتغوتها ام الدمرك شوف الشرجم كتقول الجيران عتقوني عيطوا على البوليس عتقونا الجيران ها ولا برا هز عتقونا كلشي الناس هنا من الشرجم كيطلوا كيتفرجوا. ملي شاف هو الدم بحال ما كبدوا كيجروا فيه الناس اختي الصغيره كتقرا في الكاتريام قالت لي ضربتي لي امي قتال ضربتي امي هو يصرفقها انا راك بشهاده ديال المراه اللي دخلت دابا عطاني بوطيه لظهري بحال ما قال لي جيبي الدراري بغيت نجيب باك سري قابلي جيبي الدراري بثلاثه كانوا في الدروج حط لي هاد الدري اللي شتو دابا معايا عنده 6 شهور خلاه لي ودا لي الدري هز ولادو الصحه بشهاده كاع الناس هزهم كيبكي وما باغينش والدري مشى بالجاكيت وكلها عامره بالدم حاولت مشيت عند الناس عند صحابو وكلشي سولت قال لي دابا الا بغيتي قال لي شي الا مشيت للحبس انا قال لي عارف راسي غادي ديكلاريو بيا الا مشيت للحبس والله عمرك لشي ولادك وانا ولادي قسما بالله انا عارفه ما يقدروش يتفارقوا معايا حيت هما توحش ولادي بزاف حيت هما حاضر لكاع العنف اللي كنتعرض ليه قدام عينيهم الا دابا كانوا تسوليهم الدري عنده عامين ونص كيقول خالد ماشي بابا خالد كيضرب ماما ها هو بو سيدي هذاك ماشي بابا الدري قدامه عنده موتور ديال الفريكو كتقول لك الله يعطيك سيده نتناو منه كيعذب ماما وكيضربها ولدي صغير دابا الا غير بركتي ما عنده عامين ونص كيقول لك غنهز عليك جنويه كيما هز عليك خالد بزاف خصوصا الدري مازال الدري يعني غير تلقى دراري صغار حداها كتلعب الدري عندي انا حساس بزاف عنده عامين ونص زياده عنده السكر وفقر الدم وميكروب في الدم هما تشحاليل ديالو هما عنده غير نهار الثلاث وهو ولدي ما جيبوش ليا وما عنده ما عنده باش غادي يفيدو هما تشحاليل ديال ولدي هاي ما عرف شنو غادي اش غادي يدير بهم ملي كنصوني عليه دابا في التليفون كيقول لي الدراري انا ماشي معايا انا الدراري في ليساسفا ما عرفتش مع من الدراري اشنو طاري فيهم ما عرفتش وانا عارفه الدراري ما كيقدروش يصبروا على فراقي والدريه مازال بنهار تلعب غتنسى ولدي انا عارفه ما يسكت لي حتى واحد لا راه جيران وكلشي ما يسكت لي ملفني بزاف انايا اختي كنطالب بغيت وليداتي يرجعوا ليا وهاد السيد الله ياخذ فيه الحق حيت تكرفص عليا بزاف تكرفص عليا وتشد عليا لواحد الدرجه ما تصورش انا شاده الباك ديالي غير في 2014 قسما بالله لتخاصمت معاه 6 شهور هو مخاصم معايا ماشي مخاصم معاه هز عليا جنويه هربت انا من الدار هربت شهرين وانا جالسه في جمعيه في المحمديه الوالده ديالي كتخاف كتقول دابا يجي هنايا دابا يصدق طاريه لينا هنا شي حاجه دابا يضارب معايا يصدق قاتلو ولا شي حاجه سيري
خرج مشيت برك كان بكي فحدا السبيطار ديال سيدي عثمان بتليلة كاملة في السبيطار ديال سيدي عثمان في الجامع ديال السبيطار. تلاقاش مع واحد المرة وتقول لي علاش ما تمشيش للجمعية هذيك؟ لا ما كنعرفش اختي ما كنعرف فين نمشي. نعجتني هذه الجمعية كاينة في جميلة الساف في سباشة. مشيت حكيت لهم الأمر ديالي دخلوا الدرية عندها 4 سنين سولوها عودت لهم كل شيء. قالت لي دابا ما عندكش فين تمشي؟ قلت لها ما عنديش فين نمشي وأنا كنخاف منه لواحد الدرجة ما تصورش. قالت لي انا نصيفطك. قالت لي الجمعيه قالت لي فين غتبر كيتشي وليداتك تا غادي تعتقل. درنا لي شكايه ديال محاوله القتل هي من شهر 6 حتى لشهر 11 وما كاين والو.